لكن خلي الله يستره. كده ظهرت عندكم الشاشة؟ اه تمام يا دكتور. بيحاول اهو لسه لسه كده تمام يا دكتور. بسم الله ما شاء الله. واحد مفيش حد عند الدكتور لسه. هو كده المفروض ظاهر عندنا كلنا الشاشة، في حد لسه مش ظاهرة؟ ايوه انا مصطفى سامي كده ظهرت. خلاص تمام. تمام. احنا نقول بسرعة الجزء اللي احنا قلناه، ان احنا في عندنا نظم الاحداثيات اللي هنستخدمها في تحديد المواقع الجي بي اس، وقلنا اي نظام احداثي عايز نقطة محددة اللي هي نقطة اصل عشان ابدأ منها الاحداثيات بتاعتي، وعندي وببقى محتاجة المحاور اللي هنسب ليها مواقع النقط اللي عندي، وابقى محتاجة كمان مواقع واضحة احدد بيها مكان النقطة بالنسبة لمحاور الاحداثيات. اهم نظامين للاحداثيات عندنا هنستخدمهم نظام الاحداثيات الجغرافية ونظام الاحداثيات الكارتيزية. نظام الاحداثيات الجغرافية اتفقنا ان هي فاي ولامدا واتش، هم دول الثلاث احداثيات اللي بيحددوا لي مكان النقطة على سطح الارض. فاي اللي هي زاوية خط عرض النقطة، زاوية خط عرض النقطة قلنا ان هي عبارة عن الزاوية ما بين القطر الأرض المر بالنقطة مع مستوى الاستواء اللي موجود عندنا. الزاوية دي قيمتها من 0 لـ90 درجة شمالا ومن 0 لـ90 درجة جنوبا. شمالا يعني شمال خط الاستواء اللي هو الزيرو بتاعنا بتاع زاوية خط عرض، وجنوبا اللي هو جنوب خط الاستواء زي ما هو باين كده قدامنا في الرسمة، جنوب خط الاستواء هيبقى من 0 لـ90 درجة. كنا بنتكلم كنا بنتكلم في زاوية خط الطول، وقلنا إن زاوية خط الطول اللي موجودة عندنا هي عبارة عن الزاوية اللي موجودة ما بين مستويين، واحد منهم أول مستوى هو مستوى رأسي هو خط زوال جرينتش أو خط طول جرينتش. آدي خط طول جرينتش اللي موجود عندنا. جرينتش يعني في بلدة اسمها جرينتش في إنجلترا، بمرر الدايرة العظمى بتاعي أو خط الزوال بتاع الجرينتش اللي هو بيضم جرينتش، مستوى رأسي بيضم جرينتش والمحور دوران الأرض اللي موجود عندنا. المستوى ده مع المستوى بتاع خط زوال النقطة نفسها، يعني المستوى اللي بيضم النقطة، مستوى رأسي بيضم النقطة ومحور دوران الأرض اللي موجودة عندنا، المستويين دول بقيس الزاوية بينهم. بقيس الزاوية بينهم في أنهي مكان بالظبط؟ عند خط الاستواء. في مستوى الاستواء بقيس الزاوية ما بين المستويين. الزاوية ما بين المستويين دي هي زاوية خط طول النقطة اللي هي لامدا. طب القيمة بتاعت لامدا هتتراوح ما بين كام وكام؟ قيمة لامدا الخط جرينتش نفسه، ادي خط الزوال الرئيسي اللي هو خط جرينتش، هو خط صفر، قيمة لامدا عنده بصفر. في مستوى الاستواء هنلاقي الدايرة بتاعت الاستواء كلها 360 درجة متقسمة ازاي؟ صفر هو خط جرينتش وشرقه 180 درجة وغربه 180 درجة، يعني أنا ببدأ من الصفر وأعد في ناحية الشرق 0 1 2 3 4 10 20 30 40 لحد 180 شرقه، وأبدأ من الصفر غربه 1 2 3 4 درجة ستينية لحد ما أوصل 180 غربه. يبقى أنا موجودة عندي 360 خط طول بالدرجات الستينية، 180 منهم شرق خط طول جرينتش وال 180 التانيين غرب خط طول جرينتش. يبقى انا في الزاويه لامدا بوصفها بالاشاره، يا من صفر الموجب 180 يا من صفر السالب 180، يا اما بوصفها بالموقع بالنسبه جرينتش، يقول 180 شرقا او 180 غربا. شرقا او غربا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لخط طول جرينتش اللي هو الزيرو بتاعي بتاع زاويه خط الطول اللي عندنا. نشوف الجزء اللي بعد كده، ناخد كده سطح الأرض كله ونشوف وضع زوايا العرض وزوايا الطول اللي موجود عليه. هلاقي إن زوايا العرض شكلها موجود عبارة عن دوائر كاملة بتحيط بسطح الأرض كله، دوائر كاملة. الدوائر دي متوازية،
يعني تقريبا المسافة ما بين خط الطول واللي بعده تقريبا زاوية، تبدأ من خط الاستواء بالصفر وتوصل لحد القطب الشمالي بتسعين درجة شمالا والقطب الجنوبي بتسعين درجة جنوبا. الدوائر بتاع خط الطول هي عبارة عن 360 أنصاف دوائر. أول نص دايرة عندي اللي هو خط طول جرينتش، لأن عشان أكمل الدايرة كاملة هروح في الجزء الخلفي اللي مش باين قدامنا من سطح الأرض، مش هيكون تبعه، مش هيبقى زيرو لامدا، هيبقى 180. فعشان كده بنقول على خطوط العرض هي دوائر وهمية متوازية، أما خطوط الطول هي أنصاف دوائر وهمية. الخطوط الطول هي بتتقابل في القطب الشمالي وبتتقابل برضو في القطب الجنوبي. لو حبينا نفرد شكل سطح الأرض ونعتبره كده مستطيل، ومجازا نعتبر إن المسافات ما بين خطوط الطول وخطوط العرض كده متساوية، هنلاقي إن خط طول جرينتش هو اللي موجود في النص ده الرأسي، خط الرأسي أهوت هو الزيرو، بنعد لمدة 180 شرقه و180 غربه. ولما نيجي نشوف الخط الأفقي اللي هو الزيرو بتاع خط الاستواء، هو ده خط الصفر بالنسبة لزاوية فاي، وبنعد 90 شماله وبنعد كمان 90 درجة ستينية موجودة جنوب خط الاستواء. ده بالنسبة للاتنين، اللي هو أول إحداثي عندنا بيوصف مكان النقطة اللي هو فاي، وتاني إحداثي بيوصف مكان النقطة اللي هو لامدا اللي عندنا. تالت حاجة بتوصف مكان النقطة اللي هي اتش، اللي هي الصوت بيقطع يا الارتفاع. دكتور، أيوه الصوت بيقطع، الصوت لا بيقطع. عندنا عندنا الصوت تمام، الصوت تمام، ما الصوت ما تمام. جماعة ما هو ممكن حد مننا يحصل عنده مشكلة بسبب النت عنده، لو المشكلة كمان حصلت عندي هتبقى واضحة عندنا كلنا. فاحنا عم بنعمل ريكورد، لو في حد عنده مشكلة في حاجة معينة يبقى يشوفها بعدين في جزئية معينة، أكيد مش هيفضل دايما نفس المشكلة طول المحاضرة. الجزء الثاني اللي هو اتش اللي في ثالث إحداثي، لأنه طبعا الإحداثيات الجغرافية عندها ثلاثية الأبعاد، اتكلمنا عن فاي واتكلمنا عن لامدا، لسه اتش. اتش هو عبارة عن البعد العمودي من النقطة لسطح الإسفرويد، دي النقطة اللي موجودة على سطح الأرض نسقط منها عمود على سطح الإسفرويد يدينا الارتفاع اتش اللي موجود عندنا. طبعا من اسقط عمود على سطح الاسفرويد، هو باين في الرسمه دي ان العمود ده امتداده هو امتداد نص قطر الارض اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو بيعمل زاويه فاي مع مستوى الاستواء. هو المفروض، لا هو المفروض بيبقى مزاح عنه شويه. ليه؟ لان العمودي على سطح الاسفرويد ما بيمرش بمركزه، ما هوش كره، تمام. ودي بيبقى فيه انواع عندنا مختلفه من زوايا العرض، احنا هناخد الشكل ده اللي هو بيبقى موضح لي تعريف زاويه العرض بطريقه واضحه اكتر. طيب هل في عندنا لما نسقط من النقطه عمود على سطح الاسفرويد هو ده الارتفاع اللي احنا بنتعامل معاه لما بنقول مناسيب النقط، ان انا اعرف المسافه الراسيه ما بين نقطه والتانيه بالنسبه لبعض، ان انا اعرف منسوب النقطه دي ومنسوب النقطه دي. احنا بنعرف منسوب النقطه بايه؟ البعد العمودي ما بين النقطه ومتوسط منسوب سطح الميه اللي هو المستوى المقارنه اللي بنقارن بيه في المناسيب. لو جينا شفنا اللي تحت، الرسمه اللي تحت اللي موجوده عندنا، هنلاقي لو دي النقطه اللي موجوده على سطح الارض الطبيعي واسقطت عمود على سطح الجيويد، احنا قلنا قبل كده ان الجيويد هو تقريبا متوسط منسوب سطح الميه، فيبقى الشكل المنقط ده اللي هو الجيويد ده هو بيمثل من نقطة ألف عمودي عليه، بيمثل اتجاه الجاذبية الأرضية، بيمثل مناسيب النقط اللي احنا بنتعامل معاها. في حين ان احنا لو خدنا من النقطة ألف أسقطنا عمود على سطح الإليبسويد، العمود ده مش هو اتجاه الجاذبية الأرضية ومش هو المناسيب اللي احنا بنتعامل معاه. في بينهم زاوية صغيرة قوي، صغيرة جدا، اللي هي بنسميها زاوية الاختلاف الرأسي. زاوية الاختلاف الرأسي دي هي الزاوية اللي موجودة ما بين العمودي من نقطة معينة على سطح الجيويد والعمودي من نفس النقطة على سطح الاسفرويد أو الإليبسويد اللي موجود عندنا. طيب إيه العلاقة ما بينهم؟ إن أنا في الجي بي إس هتعامل مع فاي ولامدا وإتش. الإحداثيات دي هاخدها عشان أستفيد بيها في تطبيقات كتير، هتعامل بيها مع خرائط. إحنا بنتعامل مع في الخرائط في ممكن أتعامل مع فاي ولامدا، لكن إتش اللي بنتعامل معاها اللي هي الإتش العمودية على الجيويد مش الاسفرويد. ففي علاقة ما بينهم، إن الإتش
سمول اللي هي بتمثل العمودي من نقطة على سطح الإليبسويد أو السفيرويد اللي عندنا، اللي هي موجودة في الإحداثيات الجغرافية اللي هيطلعها لي الجي بي إس لو أنا استخدمت جي بي إس. طيب اللي بتساوي عبارة عن الكابيتال اتش اللي هي الارتفاع العمودي من النقطة لحد مستوى سطح الجيويد اللي هي المناسيب اللي احنا بنتعامل معاها، بلس هزود عليها مسافة رأسية، هي المسافة دي بنسميها ان اللي هي فاصل ما بين سطح الجيويد والإليبسويد، هي الفاصل اللي موجود ما بينهم. طبعا لو الجيويد والإليبسويد انطبقوا في نقطة معينة هيبقى خلاص، هم لو انطبقوا في نفس النقطة هيبقى الفاصل الجيودي ده بزيرو، ويبقى الاتش سمول بتساوي الاتش كابيتال. لحد هنا مفيش مشكلة. أنا عندي دلوقتي هاخد بالي إن دي مهمة قوي، إن الاتش اللي موجودة في نظام الإحداثيات الجغرافية الاتش دي الرمز بتاعها قدامنا اتش سمول هي عبارة عن الارتفاع العمودي من النقطة لسطح السفرويد، في حين إن إحنا بنتعامل بالمناسيب إن في ارتفاع تاني من النقطة لسطح الجيويد اللي عندنا، الفاصل اللي ما بينهم هو ان اللي بنسميه الفاصل بين سطح الجيويد والإليبسويد، اتش سمول ارتفاع الإليبسويدي واتش كابيتال الارتفاع الجيويدي اللي موجود عندنا. دكتور ناخد تفصيل اكتر. ايوه، هي العلاقه اللي فاتت دي صحيحه علشان زاويه السيتا تقريبا عشان السيتا دي صغيره جدا زي ما انت عارف. فاكره انت الكلام ده اعتقد اخدته قبل كده اصلا في بدايات المساحه، الزاويه دي صغيره فالعلاقه دي تقريبا. تمام جدا. هنبدا نشوف اكتر عشان نشوف الوضع او العلاقه ما بين الفاصل الجيويدي ده على حسب انا طبعا سطح الكره الارضيه وضعه ايه بالنسبه لسطح الجيويد ووضعه ايه بالنسبه لسطح الإليبسويد. عندي في بعض المناطق يبقى الشكل اللي واضح قدامنا ده، في بعض المناطق ازاي؟ الاقي ان سطح الارض الطبيعيه اللي هو اللون الاسود التقيل ده سطح الارض الطبيعي اللي موجود عندنا، بالنسبه للمنطقه دي هو اعلى من سطح الجيويد واعلى من سطح السفرويد، الاثنين الجيويد والالبس الاثنين تحت سطح الارض الطبيعي. فهنعمل ايه؟ هناخد من النقطه نسقط عمود لحد سطح الالبس اللي عندنا، ومن النقطه نسقط عمود للجيويد اللي موجود عندنا، والعلاقه اتش سمول بتساوي اتش كابيتال زائد ان. لما العلاقه دي لازم نراعي فيها اشارات، اي حاجه بقى هنتكلم عليها اشاراتها مهمه. الرسمه اللي قدامنا دي بتبين لي كده في البدايه بس اللي هو الان الفاصل الجيويدي ده اشارته امتى تبقى موجب وامتى تبقى سالب. اللي انا بشاور عليه ده الفاصل الجيويدي ان موجب. طب ايه القاعده؟ القاعده بتاعي ان دي طول ما هي فوق سطح الإليبسويد بتاعي فوق السطح السفرويدي بتاعي فهي موجبه، جواه او تحته فهي سالبه. شوف الناحية اللي على الشمال خالص دي، ادي سطح الإليبس اللي عندنا، والمنقط ده هو الجيويد، وقلنا الاسود التقيل هو سطح الارض، سطح الارض اعلى من الاثنين هنا، الفاصل الجيويدي الفاصل ما بين الاثنين موجود تحت سطح السفرويد فهلاقيه بسالب، هنا موجود فوق سطح السفرويد فلاقيه بسالب. مين سطح السفرويد؟ هو الفاصل اللي بيحدد لي اشارة الان، فوقه تبقى موجب تحته تبقى سالب. طب مين كمان الليبس هيحدد لي اشارته؟ الاتش سمول اللي هي الارتفاع الإليبسويد اللي عندي، الاتش سمول هي كمان فوق سطح الإليبسويد فهي موجب، تحت سطح الإليبسويد فهي سالب. تحته زي نقطة فين مثلا؟ زي هنا كده النقطة اللي انا بشاور عليها دي. لو خدنا من النقطة دي عمود ونزلناه، لو خدنا من النقطة دي عمود ونزلناه على الإليبس اللي عندنا زي كده، هلاقي إن العمود اتش ده في الحالة دي تحت سطح الإليبس، فالاتش سمول في الحالة دي الإشارة بتاعتها تبقى سالب، لكن في الحالة اللي مرسومة الأصلية دي الإشارة بتاعتها موجب عشان هي فوقه. طب يبقى إحنا عرفنا إشارة الاتش وعرفنا إشارة الإن، مين اللي بيحددهم؟ سطح الإليبسويد بتاعنا. هم فوقه فهم موجبين، هم تحته فهم سالبين. يبقى أنا لما يديني كده معلومات ويقول لي القيمة بتاع الارتفاع الإليبسويدي اللي عندي في النظام الإحداثيات اللي أنا حصلت عليها بالجي بي إس ماينس 100، يبقى معنى كده إن هي 100 متر فين؟ تحت سطح الإليبسويد اللي موجود عندي، لأن سطح الإليبس هو
السطح الاسنادي اللي بسند ليه، يعني هو الصفر بتاعي اللي انا بنسب بالنسبه له. ناقص عندنا الاتش مين؟ الاتش كابيتال. الاتش كابيتال هي كمان ليها اشاره، اشارتها بقى مين اللي هيحددها؟ لا، ده الاتش كابيتال اللي هيحدد اشارتها هو الجيويد مش الاسفرويد. يبقى الاسفرويد حدد اشاره اتش سمول وان، ان هم يا فوقه يا تحته. الجيويد بقى هو كمان هيحدد اشاره اللي يخصه اللي هو الاتش، فوقه هيبقى موجب، تحته هيبقى سالب. زي برضو نفس النقطة اللي احنا قلناها دي، لو خدنا نقطة هنا كده ونزلنا عمود على الجيويد هيبقى سالب، في حين انه هنا موجب، لان اخدت من النقطة نزلت العمود بتاعي، طبعا اللي هو مرسوم اصلا ده، نزلت العمود بتاعي هلاقيه فوق سطح الجيويد اللي عندي. يبقى المعادلة دي تقريبا ان الاتش سمول بيساوي الاتش كابيتال زائد الان مع مراعاة اشارة بقى الاتش سمول اللي هيحددها الاسفرويد، مراعاة الاتش كابيتال اللي هيحددها الجيويد، ومراعاة الان اللي هيحددها الاسفرويد زي الاتش سمول بالظبط. تمام كده؟ نبدأ نشوف نظام الاحداثيات الكارتيزية. نظام الاحداثيات الكارتيزية هو كمان ثلاثي الابعاد، يعني اي نقطة احدد مكانها على سطح الارض احددها بثلاث ابعاد اكس وواي وزد. طب اسمه الكارتيزيان كوردينيت سيستم، ليه اسم تاني اللي هو الاي سي اي اف اللي هو الارث سنترد ارث فيكسد سيستم. ارث سنترد جاية من ايه؟ من ان النظام الكارتيزي ده المحاور X و Y و Z نقطة الأصل بتاعتهم بيتقابلوا فين؟ في سنتر الأرض، في سنتر الكرة الأرضية، فعشان كده سميناه Earth Centered. طيب Earth Fixed إن شكل المحاور بتاعتي دي خلاص بنثبت وضعها على الوضع ده. طبعا احنا عارفين إن الأرض بتتحرك، بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس، فهي في حركة دايما. وضع المحاور بالنسبة لبعضها ثابت مهما الارض تتحرك، عشان كده سميناه ايرث فيكسد، هو ثبات، هو نظام احداثيات مركزي، نقطه الاصل بتاعه هي مركز الارض، هو نظام احداثيات ثابت ما بيتغيرش بالنسبه لبعضه مع دوران الارض اللي عندنا. طيب نبدا نشوف بقى المركز، اتفقنا ان هو مركز نقطه الاصل هي مركز الارض. محور اكس بقى ناتج من ايه؟ محور اكس، محور اكس هو عباره عن تقاطع مستوى راسي اللي هو خط طول جرينتش مع مستوى افقي اللي هو مستوى الاستواء اللي عندنا، ويبقى مستوى الاستواء مع خط طول جرينتش بيتقاطعوا في محور اكس، طبعا مار من مركز الارض اللي هو نقطه الاصل اللي عندي. يبقى ايه هو محور اكس؟ جاي منين؟ منشاه ايه؟ تقاطع خط زوال جرينتش اللي موجود عندنا مع دايره الاستواء. زي ما قلنا ان هو من نقطه الاصل تقاطع جرينتش مع مستوى الاستواء هيديني محور اكس اللي هو مرسوم قدامنا ده. زي اي نظام محاور في موجب وفي سالب، الاتجاه اللي مرسوم قدامنا ده جرينتش مع مستوى الاستواء هو الاتجاه الموجب لمحور اكس، طب السالب هو امتداده. طب يبقى اكس هنا بالنسبه للمحور اكس اي نقطه واقعه عليه هيبقى خط الطول بتاعها، خط الطول بتاعها هيبقى بكام؟ بالنقطة اهي اللي موجودة هنا بزيرو، لكن في الاتجاه السالب هيبقى 180. طيب محور اكس هو انهي محور؟ هو محور العمودي محور واي، معلش، محور واي هو المحور العمودي على محور اكس، محور واي هو المحور العمودي على محور اكس، شرقه عشان يبقى الاتجاه الموجب لمحور اكس، وامتداده اللي هي عشان يبقى الاتجاه الموجب لمحور واي، وامتداده اللي هو غرب محور اكس هو هيبقى السالب بتاع واي. يبقى اللي مرسومين قدامنا دول الموجب بتاع اكس والموجب بتاع واي، ونفس الكلام الموجب بتاع زد. يبقى تاني اكس هو تقاطع خط طول جرينتش مع مستوى الاستواء، ده الاتجاه الموجب لمحور اكس. الاتجاه العمودي عليه ناحيه الشرق هو ده المحور واي. طيب محور زد هو الاتجاه برضو من نقطه الاصل عمودي على مستوى الاستواء، وفي اتجاه محور دوران الارض شمال مستوى الاستواء هو ده محور زد، طبعا امتداده هو جنوب مستوى الاستواء اللي موجود عندنا. طبعا لازم الاحظ الاشارات، يبقى لما يبقى في عندي نظام احداثي كارتيزي اكس وواي وزد، ومثلا النقطه الاحداثي زد بتاعها سالب، يبقى معنى كده النقطه دي موجوده فين؟ موجوده في نص الكره الارضيه الجنوبي،
لكن لو الزد موجب هيبقى موجوده في نص الكره الارضيه الشمال. طيب نفس الكلام لو عندي الواي الاشاره بتاعتها بموجب، والاكس الاشاره بتاعتها بموجب، يبقى انا موجوده في زاويه طول من 0 ل 90 درجه وهكذا. يبقى انا عندي كل ربع كده بعيني وبخيالي متخيله على طول هو فين وموقعه ايه، بحيث بس من الاشارات انا اقدر احدد تقريبا النقطه موجوده فين على سطح الارض. وبالنسبه للعلاقات التانيه اللي هي فاي ولامدا والاتش اللي عندنا، طبعا فاي ولامدا هم هيبقوا الاساس اللي موجود عندنا. احداثي بقى النقطه نفسه قيمته هتبقى فين؟ انا لو اخدت النقطه نفسها واسقطت عمود، جبت مسقطها يعني في مستوى الاستواء، هديني مسقط النقطه. مسقط النقطه اللي احنا ممكن نشاور عليه ونشوفه، ادي مسقط النقطه اهو في مستوى الاستواء. المسافه ما بين النقطه نفسها ومسقطها في مستوى الاستواء هو ده زد، هو ده زد. طيب والمسافه ما بين مسقط النقطه والمستوى اللي بيضم اكس وزد هو ده واي. والمسافة ما بين مسقط النقطة والمستوى الرأسي الثاني اللي بيضم Y وبيضم Z هو ده المسافة X أو الإحداثي X من النقطة. ويبقى معنى كده إن النقطة أ أدي الـ X أ بتاعتها، وأدي الـ Y أ بتاعتها، وأدي برضو الـ Z أ بتاعتها. محتاجين بقى دلوقتي نشوف إزاي أحول من نظام إحداثي للتاني. ممكن أنا أرصد، طبعا في برامج كتير بتعمل الحكايه دي فيها العلاقات دي، مش مطلوب مننا نعرف العلاقات دي جايه منين، بس طبعا لو حد حابب هيشوف العلاقات دي جايه منين على الرسم اللي احنا عاملينه عندنا. لو عندنا الاحداثيات الجغرافيه اللي هي فاي ولامدا واتش، انا ممكن احولها واحسب منها الاكس والواي والزد اللي هي الاحداثيات الكارتيزيه. هحتاج ايه عشان اعمل عمليه التحويل غير الاحداثيات الجغرافيه بتاعها اللي هي فاي ولامدا والاتش اللي ظاهرين عندنا في المعادلات اهيت؟ هحتاج الالبس اللي انا شغال عليه، الشكل الالبس اللي انا شغال عليه. احنا قلنا قبل كده ان المساحه الجيودسيه من اهم الحاجات، اهم المنتجات بتاعها ان هي بتحدد لي شكل الارض، وتم تحديد اشكال للارض كتيره، الابسات كتيره. في الجي بي اس الالبس اللي بيعتمد عليه اللي هو الدبليو جي اس 84. لو انا في حاجه تانيه غير الجي بي اس هشوف الالبس اللي انا شغاله عليه التفاصيل بتاعته اللي هو ايه. قلنا في حاجات كتير محتاجه منهم اتنين، النص المحور الاكبر ونص المحور الاصغر. ممكن يديني نص المحور الاكبر ونسبه الانبعاج وانا احسب نص المحور الاصغر اللي انا هحتاجه. المعادلات هنلاقي فيها الفاي واللامدا، وهنلاقي فيها بيانات تخص الالبس اللي انا شغال عليه. انا شغال على انهي الالبس؟ فهنلاقي في عندنا الاكس عباره عن ار 2. ار 2 دي مين؟ اللي هي نص قطر الانحناء في الاتجاه العمودي على مستوى الزوال. ده ليها قانون خدناه وعارفينه. هجمع عليها الاتش اللي هو الارتفاع الالبسويدي اللي هو من النقطه عمودي على سطح الالبس اللي عندي. كل ده هضربه في كوزين فاي وكوزين لامدا. طيب لو احنا عايزين نشوف المعادله الثانيه اللي هي ازاي احسب الواي، عشان احسب الواي هلاقي برضو نفس القانون، بس بدل كوزين اللامدا هلاقي الساين بتاع اللامدا هي اللي موجوده عندي. طيب الزد بقى، الزد هنلاقي فيه عندنا القانون، ادي البي سكوير. البي سكوير اللي هي نص المحور الاصغر اللي موجود عندنا بتاع الالبس اللي انا شغال عليه تربيع، على نص المحور الاكبر بتاع الالبس برضو اللي انا شغال عليه تربيع، مضروبه في الار 2 اللي احنا لسه قايلين عليها نص قطر الانحناء الثاني اللي هو في الاتجاه العمودي، مجموع عليها الاتش، مضروب الكلام ده في الساين فا. طيب هل انا في علاقه كده في الاشارات ممكن اشوفها مبدئيا؟ ممكن نشوفها مبدئيا. مين اللي هيحدد لي اشاره الاكس هنا؟ اللي هيحدد لي اشاره الاكس هو اللامدا، كوزين اللامدا اللي عندنا. لو الاكس الشرق
هتبقى لو اللمضه اللي عندنا شرقا هتبقى الاكس موجبه، لو غربا هتبقى الاكس سالبه. طب والواي مين اللي هيحدد لي الاشاره بتاعه الواي؟ برضو اللي عندنا اللي هيحدد لي الاشاره هي الساين بتاع اللمضه برضو، بحيث نفس الكلام شرق والغرب. الزد مين اللي هيحدد لي الزد؟ الزاوية خط العرض فاي، لأن زاوية خط العرض فاي طول ما هي شمالا فالزد موجب، طول ما هي جنوبا فالزد سالب. شمالا يعني القيمة بتاعتها موجبة، جنوبا يعني القيمة بتاعتها سالبة. فلما أعمل ساين للزاوية موجبة غير لما أعمل ساين للزاوية سالبة. يعني قوانين هتحفظها طبعا عشان لو جات لك مسألة ولا حاجة، بس هتراعي انت بالنظر كده وبفهمك للقانون الإشارات اللي ممكن، حتى لو انت بتحسب في حاجة عندك طلعت مش مظبوطة، انت المفروض تبقى واخد بالك من الإشارات اللي المفروض تبقى موجودة عندنا. عشان أحول بقى العكس من النظام الكارتيزي للنظام الإحداثيات الجغرافية، عندي الاكس وعندي الواي وعندي الزد، وعايزة احسب اللامدا والفاي والاتش. طبعا اكيد هحتاج البارامتر الخاصه بالالبس اللي انا شغال عليه، اللي هي الاي والبي والار 2 والاف 1 والاف 2. اف 1 والاف 2 دول اللي هو معامل الاختلاف الاول ومعامل الاختلاف الثاني اللي احنا اخذنا قوانينه قبل كده. فهنلاقي ان في عندنا الجزء الخاص باللامدا عبارة عن التان ماينس 1 للواي على الاكس، عبارة عن التان ماينس 1 للواي على الاكس. دي سهلة، الاكس موجودة والواي موجودة، طبعا كل واحدة منهم بإشارتها عشان أحدد اللمضة مظبوطة. طبعا التان لما بحدد إشارتها ببقى بحدد قيمتها هي كام بالظبط، باخد بالي من إشارات الواي والاكس. طبعا الاكس لو بزيرو يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان اللمضة عندي اللمضة عندي يا موجب 90 يا سالب 90. كل ده تعامل مع الارقام، لما تحل مسائل هتشوفه. الفاي برضو عبارة عن تان ماينس 1 زد بسط ومقام، في عندنا بسط ومقام. زد دي قيمة هنحسبها الاول كده نجهزها، اللي هي القيمة بتاعت زد اللي هي الاحداث الزد اللي موجود عندنا، الاحداث الكارتيزي زد. البي اللي موجوده في المقام هي اللي هنجهزها، اللي هي عباره عن الجذر التربيع الاكس تربيع بلس واي تربيع. طبعا زد بلس الاف 2 اللي هي معامل الاختلاف الثاني اللي هو بيتحسب اي سكوير ماينس بي سكوير على بي سكوير، كل ده تحت الجذر التربيعي. الاف 2 سكوير مضروبه في البي في الساين تكعيب للزاوية سيتا. مين السيتا؟ دي زاوية جديدة، دي زاوية مساعدة بنستخدمها كده في الحل عشان نسهل بيها الحل ونقدر نحصل على قيمة الفاي الأول عشان نقدر بعد كده ندخل على القانون بتاع الاتش ونجيب قيمة الاتش. السيتا دي هي عبارة عن التان ماينس 1 للزد مضروبة في الاي، الزد اللي هي الإحداثي زد، الاي اللي هو نص المحور الأكبر للإلبس اللي موجود عندنا، والبي البي التقيله الاول هي عباره عن الجذر التربيع الاكس تربيع زائد واي تربيع، والبي الخفيفه اللي عندنا اللي هي نص المحور الاصغر للالبس اللي عندنا. قوانين دي هنحفظها، هنحفظها عشان لو جت مساله او حاجه على الجزء ده الخاص بتحويل الاحداثيات اللي عندكم. طيب في جزء ما ينفعش القوانين دي تبقى معطى؟ طيب ما اصل ده الجزئيه، الجزء ده الوحيد اللي انت هيجي لك عليه مساله ولا حاجه في موضوع الاحداثيات هي الجزئيه دي، مش اكتر من كده. اما هدي لك القانون معطى يبقى انت بتعمل ايه؟ بتمسك الاله الحاسبه وتضربها على بعضها كده، فانت هتبقى حافظ القانون عشان انت هتبقى فاهم مكوناته واشاراته زي ما قلنا كده، لان كل حته فيه مهمه، كل حته في القانون مهمه. وظبط الاشارات بتاعي والاجزاء اللي موجوده عندي. طيب في جزء تاني بقى مهم، احنا قلنا القوانين اهيت اللي اشتغلنا فيها كلها باين فيها البارامتر اللي هي اف 1 واف 2 والبي والاي بتوع الاليبس والار 2، كل ده خاص بالاليبس.
فانا يبقى معنى كده ان انا مهم عندي انا شغاله بنهي اليبس. طبعا لو احنا الاحداثيات جايه من جي بي اس يبقى احنا في الدبليو جي اس 84 القيم بتاع الاي معروفه والبي معروفه ونسب نسب الانبعاج، واقدر احسب بقى الاف 1 والاف 2 والار 1 والار 2 واحسب كل اللي انا عاوزاه بالنسبه للاليبس. طيب لو انا الاحداثيات اللي حصلت عليها من الجي بي اس ده هقارنها باحداثيات تانية موجوده للنقطه، او هعمل تحديث لخرائط مرسومه بالفعل، بس الخرائط او الاحداثيات اللي موجوده بالفعل دي موجوده على اساس اليبس تاني، اليبس مختلف عن الدبليو جي اس، يبقى لازم اعمل نقل للمحاور الاول، ما اقدرش اخد الاحداثيات اللي جايه من الدبليو جي اس واتعامل بيها مع الاحداثيات اللي جايه من اي ريفرنس تاني مختلف، لازم اعمل تحويل للمراجع اللي موجود عندنا. طبعا احنا عندنا هيبقى فيه في الشيت اجزاء كتيره تمارين ممكن تحلوها ونطبق في القوانين، هي تطبيق مباشر. حاجه اللي هنخلي بقى الجزء بتاع تحويل المراجع تاني كده يا دكتور، الجزء بتاع تحويل المراجع احنا بنقول ان احنا في الجي بي اس الاليبس اللي شغالين عليه ليه بارامتر معينه، ليه قيم لنص القطر الاكبر ونص القطر الاصغر ونسب الانبعاج، وبالتالي هحسب اف 1 واف 2 وار 1 وار 2 اللي انا بستخدمها في التحويل. الاحداثيات اللي هحصل عليها لو انا شغاله جي بي اس هيبقى الريفرنس بتاعي الدبليو جي اس، الاليبس دبليو جي اس، تمام؟ لو انا في عندي بقى هاخد الاحداثيات بتاعت النقط دي اوقعها على لوحه او خريطه مرسومه باعتبار اليبس تاني غير الدبليو جي اس، هيلمرت مثلا، كان في خرايط عندنا في مصر الاليبس المرجعي فيها هيلمرت 1906. طيب اخد الاحداثيات دي اقارنها واوقعها مع احطها وسط احداثيات تانيه منسوبه لمرجع تاني؟ لا، ما ينفعش. في معادلات معينة بنقل بيها الأول المحاور، بنقل بيها الإحداثيات من النظام ده للنظام ده، دي في معادلات معينة بتعتمد على إيه؟ بتعتمد إن كأن أنا عندي إكس وواي وزد ونقلتهم لمكان تاني، فحصل في كل محور من المحاور دي انتقال مسافة معينة ترانسليشن، حصل دوران بزاوية معينة، فبعوض في المعادلات دي الأول وأغير أحول الإحداثيات بتاعي من المرجع الدبليو جي إس للمرجع اللي انا عايزه انسب ليه او اللي انا عايزه اقارن النقط اللي موجوده عندي بيه. الجزء اللي بعد كده اللي هندخل فيه الجزء المهم، احنا شغالين في المساحه الجوديسيه، هناخد فكره سريعه عن اهم تطبيقات المساحه الجوديسيه، ده جزء منها، جزء من تطبيقات المساحه الجوديسيه. طبعا المساحه الجوديسيه اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت ليها اقسام، مساحه هندسيه، مساحه فيزيائيه، مساحه جوديسيه ديناميكيه، وعرفنا ايه الفرق ما بينهم. كل قسم من اقسام المساحه ده ليه تطبيقات كتير، احنا هناخد عموما المساحه الجوديسيه، هناخد فكره سريعه عن بعض التطبيقات للمساحه الجوديسيه بانواعها المختلفه. اول تطبيق عندي هو انشاء شبكات المساحه الجوديسيه، او بنسميها شبكات المثلثات الجوديسيه، او بيسموها الجزء ده مساحه الربط. يبقى أول حاجة مساحة الربط، مساحة الربط في الجزء الخاص بمساحة الربط ده في اعتماد أساسي على المساحة الجوديسية فيه. اعتماد أساسي إزاي؟ في مساحة الربط أنا بيبقى هدفي يبقى فيه مجموعة من النقط المختلفة اللي موجودة على سطح الأرض، متوزعة على سطح الأرض، مسافات بينها كبيرة طبعاً. النقط دي يبقى معلوم إحداثياتها بدقة عالية، عشان النقط دي تبقى مرجع او سند اسند ليه بقيه النقط لما احتاجها. يبقى انشاء شبكات المساحه الجوديسيه، او زي ما قلنا هنسميها كمان شويه شبكات المثلثات. طب بعملها ازاي الحكايه دي؟ اول حاجه بختار النقط، وهنشوف كمان اختيار النقط بيبقى ليه شروط وعوامل. اختار مجموعه من النقط زي ما هي قدامنا كده. النقط دي لما اوصل ما بينها بخطوط، بتخيل ان انا وصلت ما بين النقط دي بخطوط كده، هلاقي كل الثلاث نقط يعملوا مثلث، هلاقي كل الثلاث نقط يعملوا مثلث، عشان كده بتتسمى شبكات المثلثات الجوديسيه. طب جوديسيه عشان انا هعين فيها احداثيات النقط بطريقه دقيقه. طب هعينها ازاي؟ الفكره العامه كده مبدئيا ان انا بيبقى في ضلع من الاضلاع ما بين النقط ده في الاول موجود، معروف مكان نقطتين عليه.
وبعدين ابدا اقيس الزوايا ما بين الاضلاع، زوايا مش مثلث، مش اطوال الاضلاع نفسها، اقيس الزوايا. طبعا هو في طرق لعمل الشبكات المثلثات دي، ممكن اقيس زوايا بس زي ما احنا هنقول دلوقتي، ممكن اقيس اطوال اضلاع وبعض الزوايا، وممكن اقيس اطوال الاضلاع كلها والزوايا كلها. النوع اللي احنا هنستخدمه ان انا بقيس الزوايا اللي موجوده عندنا. طب لما اقيس الزوايا هجيب احداثيات النقط ازاي؟ انا في النهايه هدفي اعمل شبكه، اعمل مساحه ربط، اعمل شبكه من النقط معلومه الاحداثيات عن طريق الزوايا وضلع واحد معلوم اللي بنسميه خط القاعده، اللي هو خط القاعده هو الضلع المعلوم اللي عندي، هنسميه كمان شويه خط القاعده. واخد كل مثلث بقى عندي وقوانين بتاع قانون بتاع ساين الزاوية على طول الضلع، أو طول الضلع على ساين الزاوية المقابلة، التلاتة بيساووا بعض، أبدأ أحسب أطوال الأضلاع. يبقى هحسب أطوال الأضلاع من الزوايا اللي معلومة ومن أول خط بس معلوم في الشبكة اللي موجودة عندي. وبعدين الزوايا موجودة وأطوال الأضلاع موجودة، وبالتالي كمان أحسب انحرافات الأضلاع. طب الخطوة اللي بعد كده كل ضلع بقى ليه طول وانحراف، أجيب له مركبات، بعد المركبات إحداثيات، يبقى في الآخر وصلت الإحداثيات النقط دي، الشبكة اللي كانت بتتعمل في المساحة التقليدية اللي هي شبكة المثلثات الجوديسية، نسميها مساحة الربط. هدفي إن النقط دي تبقى معلومة الإحداثيات اللي عندي، تكون شبكة نسميها شبكة ربط، أربط عليها بقية النقط بعد كده. وده اللي احنا هنبدا فيه الشغل النهارده، اللي هي شبكه المثلثات. التطبيق الثاني اللي هي المساحه التصويريه والاستشعار عن بعد. لما نبص بقى الصوره زي دي تصويريه، مساحه تصويريه، يعني انا في عندي كاميرا سنسور في وبيلقط صور، سواء هو في طياره جوي او في استشعار عن بعد في قمر صناعي بيلقط صور لسطح الارض. الصور دي هل ممكن اتعامل معاها مباشره ويبقى العلاقات ما بين النقط، يعني لو في نقطه هنا معلومه وفي نقطه هنا معلومه اقدر اجيب المسافه ما بينهم على طول هتبقى سليمه؟ لا، الصوره على طول وهي خام كده جايه بيبقى فيها تشوه هندسي، يعني اماكن النقط بالنسبه لبعضها فيها بعض الخطا، اماكن النقط بالنسبه لبعضها فيها بعض الخطا، من بقى حركه السنسور نفسه او الطياره اثناء التصوير، عوامل موجوده في الظروف الجويه نفسها، سطح الارض وتغير الطبوغرافيه بتاعه، عوامل كتير، بس بيبقى فيه خطا هندسي في الصوره. الخطا ده الاشيه ازاي؟ ان انا اشوف مجموعه من النقط محدده ومقاسه الاحداثيات بدقه عاليه واعمل ربط للصوره عليها. يبقى الصوره دي مين اللي هيصححها لي؟ نقط معلومة الإحداثيات، أجيب النقط دي بإحداثيات هتدخل في علاقات معينة، أصحح الصورة وتبقى جاهزة بعد كده إن أنا أستنتج منها الكميات اللي أنا عاوزاها. طب هتجيلي منين النقط اللي معلومة الإحداثيات دي؟ من المساحة الجوديسية، من مساحة الربط اللي إحنا عاملينها من شوية، من الجي بي إس زي ما قلنا من شوية، إن أنا هيبقى عندي أقدر من الجي بي إس يبقى عندي إحداثيات نقط بدقة عالية. يبقى ده كمان هو كمان تطبيق من التطبيقات. تطبيق ثالث اللي هو نظم الإحداثيات الجغرافية. نظم الإحداثيات الجغرافية احنا شايفين طبقات لايرز كتيرة، نظم المعلومات، نظم المعلومات انا اسفه الجغرافية لا جيوغرافيكال انفورميشن سيستم، هو معلومات، المعلومات دي من مصادر مختلفة وتخص حاجات مختلفة، بس كلها بيربط ما بينها الموقع. الموقع يعني ايه؟ لو انا هنا اهي دي معلومه تخص حاجه معينه، مكان النقطه دي واللير الثانيه دي معلومه تخص حاجه ثانيه، المفروض يبقوا على بعض مظبوطين بنفس المكان. لو النقطه هنا يبقى هي زيها احداثياتها في النقطه هنا. يبقى انا في الاخر عايزه اربط المصادر المختلفه والمعلومات المختلفه اللي موجوده عندي دي بايه؟ بمواقع نقط. برضه نرجع لمواقع نقط، يبقى مساحه جوديسيه. تخطيط العمراني، طبعا تخطيط عمراني يعني انا معايا لوح خرائط، معايا احداثيات نقط، اوقع على خرائط احداثيات نقط، اخد من خرائط احداثيات نقط، احول عشان اجيب احداثيات نقط لمراجع مختلفه، هي برضه مساحه جوديسيه. التطبيق اللي بعد كده اللي هو رقم 5، دراسة تحركات القشرة الأرضية. أنا عندي القشرة الأرضية، وده خدناه بالتفصيل المرة اللي فاتت لما اتكلمنا على المساحة الجوديسية الديناميكية. الديناميكية اللي هو بيربط لي مكان النقطة بالزمن، هو كمان التايم بيبقى عنصر مهم معايا، على أساس إن سطح الكرة الأرضية بيحصل فيه تحركات نتيجة حركة الأرض
على مدار فترات طويلة ونتيجة الزلازل والبراكين والتغيرات اللي بتحصل على سطح الأرض. يبقى ده برضو تطبيق مباشر للمساحة الايه التحركات القشرة الأرضية، ده دراسته هو تطبيق مباشر على المساحة الديناميكية. طبعا ملاحة بحرية جوية برية هو تطبيق، هو معتمد على تحديد مواقع بإحداثيات معينة، معتمدة على مرجع معين اللي هو إليبس معين، تبقى برضه معتمدة على المساحة الجديدية. التطبيق اللي بعد كده تعيين العلامات الحدودية ما بين دول، مناطق مثلا نزاع أو غيره، عايزة أحدد أحط علامة وأقول إن ده الفاصل. طب يبقى معنى كده إن أنا لازم عندي نظام إحداثيات جلوبال أحدد بيه أماكن النقط بدقة تامة، يعني مساحة جوديسية وجي بي إس، أو حتى لو أنا حدود داخلية ما بين دولة، حدود محافظات، مقاطعات، أيا كان. فأنا طول ما أنا محتاجة أحدد موقع على النقطة بدقة تامة، محتاجة أدرس سطح الأرض بشكله الحقيقي بدقة تامة، محتاجة أدرس مواقع على سطح الأرض بتغيراتها مع الزمن بدقة تامة، فكل ده أي تطبيق يخص حاجة زي دي فهو مساحة جوديسية. طبعا نظام تحديد المواقع الجي بي إس زي ما قلنا هو بيعتمد أصلا على تحديد نظام للإحداثيات ونظام للتحويل الإحداثيات، واللي بحتاج فيها مرجع أستخدمه عشان عمليات التحويل والنظام اللي موجود عندي، فهي برضو مساحة جوديسية. نرجع بقى لأول تطبيق اتكلمنا عنه اللي هي شبكات المثلثات الجوديسية. أول تطبيق اتكلمنا عنه شبكات المثلثات الجوديسية هو ده اللي هنكمل معاه ونشتغل فيه بالتفصيل شوية. إيه المبدأ بقى في شبكات المثلثات الجوديسية؟ زي ما قلنا كفكرة عامة، لو خدنا الشكل الرباعي اللي قدامنا ده، الشكل الرباعي ده أدي أول ضلع اللي لونه أزرق ده، وأدي آخر ضلع اللي هو برضو لونه أزرق ده. طب أشمعنى ده غيرنا لونه بقى لونه أزرق عن اللي فوق، اللي هو الأسود اللي فوق والأسود اللي تحت والأسود اللي هو الدياجونال. دي شبكة يعني مثلثين أهم شكل رباعي موصلين القطر بتاعه. اللي لونه أزرق ده حددناه لأن هو في الأول هبتدي بيه كخط معلوم، واللي لونه أزرق في الآخر هنتهي بيه على إنه خط برضو معلوم لتشيك. ده ضروري للحسابات، اللي هو البداية ده ضروري للحسابات، واللي في النهاية ده لتحقيق الحسابات. طبعا احنا هنشوف كل ده بالتفصيل، احنا هنشتغل الجزء اللي باقي كله في شبكات المثلثات الجوديسية. يبقى ده لبداية الحسابات وده عشان أعمل تحقيق للحسابات بتاعتي بعد ما أخلص. إيه هي الحسابات؟ نشوف الأول إيه هي الأرصاد اللي هرصدها. الأرصاد اللي هرصدها زوايا، الزاوية واحد والزاوية اتنين والزاوية تلاتة والزاوية أربعة والزاوية خمسة والزاوية ستة. عندي زوايا وعندي ضلع معلوم طوله، أبدأ من الضلع اللي معلوم طوله ده ومعلومية الزوايا أعوض في قوانين وعلاقات معينة هنشوفها برضو بعد كده، ابدا احسب بالتسلسل كده بقيه اطوال الاضلاع. طبعا في اطوال الاضلاع هيبقى ليها اكتر من مسار لحسابها، وده برضو هنحله ان احنا هيبقى في عندنا ارصاد زياده. طبعا احنا رصدين ارصاد زياده، اكيد ارصاد زياده عشان ايه التحقيق اللي عندي. بعد ما احسب من الزوايا وطول الضلع الاولاني باقي اطوال الاضلاع، هيبقى اول ضلع ده معلوم انحرافه زي ما هي الزاويه سيتا اللي هي انحراف الضلع. عندي انحراف وعندي زوايا، ابدا احسب انحرافات بقيه الاضلاع. اجي ابص بقى على الاضلاع اللي فوق واللي تحت واللي في النص ده والاخير اللي انا عايزه اوصل له زيهم، هيبقى كل ضلع منهم معلوم طوله وانحرافه، يبقى معلوم مركباته، وبالتالي اقدر احسب احداثيات النقط بتاعته عن طريق برضو نقطه في البدايه معلوم احداثيات. يبقى انا في كل اما عاوز اجيب او اعمل نقط تبقى كنقط تثبيت، كنقط استخدمها في الربط في منطقه معينه، بحتاج في البدايه خط اعتمد عليه معلوم طوله ومعلوم احداثيات نقطه من النقط بتاعته عشان ابدا اكمل واتسلسل بقى من النقطه دي ومن الخط ده اللي معلوم طوله ومعلوم انحرافه. ده المبدا بتاع الشبكات. طب هجيب منين؟ لا، كل شبكة بتعتمد على اللي قبلها. يعني أنا ببقى عاملة شبكة أصلا، فلما أجي أبتدي شبكة جديدة أخد طول وانحراف وإحداثيات نقطة معلومة من الشبكة اللي قبلها. نشوف ده كده أكتر بعد كده. بعد كده هلاقي إن أنا الشبكات هتبقى درجات، يعني أنا ممكن أعمل مجموعة من شبكات كده للنقط، تبقى الشبكة درجة أولى وفي شبكة درجة تانية
وفي شبكه درجه ثالثه وفي شبكه درجه رابعه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم هيبقى في الحجم المساحه اللي بتغطيها الشبكه، وهيبقى في الدقه اللي بحدد بيها الارصاد في الشبكه. يبقى الشبكه الدرجه الاولى غير الثانيه غير الثالثه غير الرابعه في المساحه اللي هتغطيها الحجم بتاعها، وفي الدقه اللي هرصد بيها، والدقه اللي هيبقى فيها الناتج المنتج النهائي عندي الاحداثيات بتاعتي الدقه بتاعها عامله ازاي. يعني هنشوف زي قدامنا كده اطوال الاضلاع. اطوال الاضلاع احنا شبكه مثلثات، فهي كلها متربطه كده مع بعض عباره عن مثلثات. طول الضلع بتاع المثلث ده في الدرجه الاولى هو كبير من 40 ل 50 كيلو متر. يعني معنى كده ان شبكه الدرجه الاولى المساحه بتاعها كبيره، بتغطي مساحه كبيره، المسافات ما بين النقط والتانيه متباعده. شبكة الدرجة الثانية من 10 ل 40 كيلو متر زي ما هي موجودة في الجدول. طب يبقى معنى كده ان شبكة الدرجة الأولى المسافة ما بين النقط بتاعها كبيرة قوي، فلو أنا شغالة وعايزة نقط في النص مش هلاقي. عشان كده بيعمل إيه؟ بيعمل تكثيف. يعني أنا عندي شبكة المسافات بتاعتها كبيرة، فأجي في الفراغ اللي في النص ده وأعمل تكثيف بشبكة تانية من الدرجة التانية. طب من الدرجه الثانيه انا هدفي اصغر، فبالتالي الابعاد بتاعتي بتاعه الاطوال الاضلاع هتصغر. شبكه الدرجه الثالثه من 5 ل 8 كيلو متر برضه في الدرجه الثانيه اعمل تكثيف اكتر تبقى الثالثه. الدرجه الثالثه اعمل تكثيف اكتر تبقى الدرجه الرابعه. الدرجه الرابعه دي بقى لما انا شغاله في منطقه التكثيف اللي اكتر منها هو الترافرسات اللي احنا بنشتغل. يعني انا شغاله في موقع بعمل رفع وبختار ترافرس عادي، الترافيرس العادي ده عايزه اربطه على نظام احداثيات ثابت، يبقى اشوف اقرب نقطه ليا من اي شبكه من الشبكات اللي موجوده دي. طب ده بالنسبه للامتداد او الحجم او المساحه. بالنسبه خط القاعده اللي هنبتدي منه اللي هو المعلوم، هو كمان بيقل كل ما ايه، كل ما درجه الشبكه بتاعي تكبر. الدقه بقى، الدقه طبعا الدرجه الاولى شبكه الدرجه الاولى هي اعلى دقه، والثانية أقل منها شوية، والثالثة أقل منها شوية، والرابعة أقل خالص، أقلهم دقة. لأن الخطأ اللي مسموح بيه للقفل بتاع المثلث، للخطأ في الزوايا اللي أنا هقيسها كمتوسط 1 ثانية حد أقصى 3 ثواني في الدرجة الأولى، الخطأ المسموح بيه بيزيد كل ما بنزل من درجة للتانية. يبقى معنى كده إن الدقة في الدرجة الأولى أعلى، بتقل في التانية، بتقل في التالتة، بتقل في الرابعة. الخطأ النسبي، الخطأ اللي مسموح في خط في قياس خط القاعدة. احنا قلنا خط القاعدة النهائي لما هوصل له واقيس طوله اقارنه باللي معلوم عندي، وبالتالي اقدر احدد نسبة الخطأ اللي هتبقى مسموح بيها في كل درجة من الدرجات اللي موجودة عندي. نشوف بقى اكتر. طيب ايه النظام ان انا عندي درجة اولى ودرجة تانية وتالتة، واعمل تكثيف ما بين الاولى، اعمل تكثيف ما بين التانية والتالتة وهكذا. اول حاجة هنشوف الشكل اللي قدامنا ده، في درجة اولى، شبكة درجة اولى، شبكة درجة تانية، واللي فوق خالص دي شبكة درجة تالتة. طيب لما يكون في شبكة زي كده اتعرف ازاي على النقط واعرف هي درجة اولى ولا تانية ولا تالتة؟ الترقيم بتاع نقط الشبكات بدرجاتها المختلفة بقى موجودة في صورة بسط ومقام. درجة النقطة، الترقيم بتاع النقطة نفسه عبارة عن بسط ومقام. البسط هو درجة الشبكة، أنا شغالة شبكة درجة أولى اللي هي مساحات كبيرة ودقة عالية، ولا شبكة درجة تانية مساحات بتقل الدقة بتقل، أو تالتة أو رابعة وهكذا. المقام بتاعي هو رقم النقطة داخل الشبكة. يعني أنا بعمل الشبكة الدرجة الأولى اللي موجودة قدامنا دي، تعال نشوف بقى دي النقطة الأولى فيها، عرفنا إزاي؟ البسط 1 يبقى هو شبكة درجة أولى، المقام 1 هي النقطة الأولى في الشبكة دي. طب نروح للنقطة التانية دي، البسط 1 برضو يبقى أنا في نفس الشبكة الدرجة الأولى. طب المقام 2 دي النقطة التانية اللي بعدها، دي 1 على 3 درجة أولى النقطة التالتة، 1 على 4 النقطة الرابعة في الشبكة بتاعت الدرجة الأولى، 1 على 5 اللي أنا بشاور عليها دي النقطة رقم 5 في الشبكة بتاعت الدرجة الأولى، وهنا كمان النقطة رقم 6 أهو في المقام 6 في نفس الشبكة اللي هي بتاعت الدرجة الأولى اللي عندي. طب ده جزء كده من شبكة أخدنا منه 6 نقط. عايزة أبين الشبكة الدرجة التانية، ألاقي الشبكة الدرجة التانية اللي هو إيه الشكل الرباعي ده. الشكل الرباعي ده شكله مساحته أصغر شوية. طب لما جيت بدأته اعتمدت على الضلع 1 2 في الشبكة بتاعت الدرجة الأولى، اعتمدت عليه إن هو خلاص أنا حسبته طوله وصححته وبقى معلوم
معلوم إحداثيات نقطه ومعلوم انحرافه ومعلوم كل حاجة فيه، فخدته وبنيت عليه الشبكة التانية. المقام أهو النقطة اللي بشاور عليها دي، المقام عندي هو درجة الشبكة، الشبكة التانية درجة، الشبكة بتاع من الدرجة التانية. النقطة دي رقم واحد والنقطة دي رقم اتنين، ادي الشبكة الدرجة بتاعت الشبكة التانية اللي هي موجودة في البسط. نفس الكلام لو بصينا بقى للجزء اللي فوق خالص اللي هو الدرجة التالتة، ادي البسط كله تلاتة تلاتة تلاتة، وادي تلاتة تلاتة، يبقى دي الشبكة من الدرجة التالتة. النقط ادي النقطة رقم واحد عشان هو موجودة في المقام، وده رقم النقطة جوه الشبكة اللي انا بتكلم عليها، ودي النقطة رقم اتنين في الشبكة التالتة، ودي النقطة رقم تلاتة في الشبكة التالتة، ودي اربعة ودي خمسة. يبقى ده كده بالنسبة للترقيم اللي موجود عندي. طيب الاشكال بقى، الاشكال بتاعت الشبكات، قبل ما نشوف الأشكال بتاعتها عموما الشبكة، نشوف الوحدات أو العناصر الرئيسية اللي أنا بكون، اللي أنا بكون منها الشبكة. شبكة يعني مجموعة بقى من الأشكال متصلة مع بعضها. لا، إحنا هنشوف الأول كل الوحدة الأساسية كده. أشكال العناصر الرئيسية، أما مثلث، الشكل اللي قدامي ده مثلث. النقطة اللي لونها أسود دي ثلاث نقط اللي هم رؤوس المثلث، يبقى دي الثلاث النقط بتاع الشبكة، دي نقط الشبكة اللي موجودة عندي، بوصل بينهم بخطوط أرصد الزوايا واحد واثنين وثلاثة. ده التريانجل، ده المثلث العادي. ده شكل رباعي مرصود القطرين، ادي النقطة اللي اعتبرها نقطة شبكة، ودي نقطة شبكة، ودي نقطة شبكة، ودي أربع نقط شبكة، بنسميه شكل رباعي مرصود القطرين. طب النقطة اللي في النص اللي هي تقابل القطرين، مش معلمينها ليه لونها أسود إن هي نقطة من نقط؟ لا، عشان أنا ما لو وقفت فيها رصدت، ولا رصدت منها ولا رصدت عليها، لا أنا بس وقفت هنا ورصدت على النقطة المقابلة ليها دي، وقفت هنا ورصدت على النقطة المقابلة ليها دي، ونفس الكلام بالنسبة للقطر التاني. لكن النقطة اللي في النص دي ما وقفتش فيها خالص، ولا حطيت فيها أي حاجة، ولا اشتغلت فيها، هي مجرد تقاطع كده بس على الرسمة. ده بنسميه الشكل الرباعي مرصود القطرين. طب الشكل ده هو شكل متعدد الأضلاع، بس هو شكل مركزي. المضلع اللي قدامنا ده ذو مركز. طب إيه الفرق؟ الفرق إن أنا رصدت كل نقط الرؤوس بتاعة الشكل اللي عندي. أدي الشكل اللي عندي أهوت فيه ست رؤوس، ده بنسميه سداسي. والأقطار بتاعتي متقابلة في نقطة رصدتها، اللي هو المركز بتاعي ده. طبعا شكل ذو مركز مش ضروري مركزه ده تقابل اقطار او اشكال منتظمه او حاجه، ممكن احط المركز ده هنا كده وبس اوصل منه للرؤوس المختلفه اللي موجوده عندي. الشكل اللي ذو مركز ده، اقصى حاجه فيه اللي هو السداسي، ممكن يبقى خماسي، ممكن يبقى رباعي. الرباعي ده لو حطيت هنا علامه ان انا وقفت فيها، يبقى معنى كده ان انا ايه، ان الشكل الرباعي ده بقى اسمه شكل رباعي ذو مركز، بدل ما كان اسمه شكل رباعي مرصود القطرين اهو، لا لو حطيت النقطه دي وعلمت عليها يبقى ذو مركز. طب وهي ضروري تبقى هي تقابل القطرين؟ لا طبعا مش ضروري تبقى هي تقابل القطرين. انا ممكن اجي اقول المركز بتاعي اهو، نحط اي نقطه كده، ده المركز بتاعي، واوصل هنا يبقى ده ضلع، وده يبقى ده ضلع، وكده كمان يبقى ضلع رابع، وكده كمان يبقى ضلع خامس، يبقى ده اسمه شكل رباعي ذو مركز، مش ضروري يبقى هما نقطة تقاطع القطرين. نفس الكلام في المثلث، ممكن أحط نقطة وأوصل للتلات رؤوس ويبقى مثلث ذو مركز. يبقى المضلع اللي هو متعدد، المضلع اللي هو متعدد الأضلاع ده ممكن يبقى ثلاثي، ممكن يبقى رباعي، ممكن يبقى خماسي، وممكن يبقى سداسي. ذو مركز يعني هو أنا وقفت في نقطة في النص ورصدت على بقية النقط اللي موجودة عندي. النقطة دي ممكن تكون تقاطع أكتر، ممكن تكون لأ أي حاجة. دي العناصر الأساسية اللي موجودة عندنا. نشوف بقى أشكال الشبكات نفسها. أنا في شبكة المثلثات، عرفنا درجاتها، عرفنا إيه الفروق ما بين الدرجات، وكمان عرفنا إيه بسمي النقط بتاعت الشبكة إزاي، وعرفنا أشكال الأساسية اللي هتتكرر عندي جوه الشبكة. باقي بقى نعرف أشكال الشبكة نفسها. الوحدة اللي عندي هتتكرر، سواء مثلث، سواء شكل رباعي مرصود القطرين، سواء شكل ذو مركز، وحدة وهتتكرر. التكرار بقى هيبقى عندي بأنهي شكل من الأشكال. في نوعين،
شبكة مثلثات مستمرة، يعني أنا عندي مثلث مشترك مع مثلث تاني، مشترك مع مثلث تالت، مشترك مع رابع، مشتركين مع بعض كده في النقط. أنا بيبقى عندي سطح الأرض في الحالة دي مساحة متسعة، وأنا عاملة الشبكة بتغطيها كلها، غالبا بتبقى الأرض مستوية شوية وبتغطي بطريقة متصلة زي كده، بنسميها شبكة المثلثات المستمرة. طبعا سميناها شبكة مثلثات عشان هي عموما احنا بنتكلم في شبكة مثلثات جوديسية، عشان النقط بتكون فيما ما بينها زي ما قلنا مثلثات، حتى لو هي بنبصنا لها على انها اشكال ذات مركز او اي شكل هتبص له في الاخر، يعني ده كده لو بصينا له هشاور لكم عليه اهو الشكل ده كده، 1 2 3 4 5 ده شكل سداسي اهو لو خدناه مع بعض ذو مركز. طب لو جينا بصينا لكل تفصيله بعد كده هتلاقي ده مثلث وده مثلث وده مثلث وده مثلث، فهو في الاخر بتنتهي لانها شبكه من المثلثات لانها بتكون فيما ما بينها مثلثات. طب شبكات المثلثات باقي الاشكال بقى بتاع الشبكات اللي عندي سلاسل، يبقى اما تكون مستمره اللي هي اللي فاتت، اما سلاسل زي اللي مرسومه قدامنا دي. السلاسل اللي مرسومه قدامنا دي انواع، هي كمان السلاسل بتاعه الشبكات انواع، سلاسل فرديه. سلاسل فرديه تلاقيها عباره عن مجموعه من المثلثات البي دي اف واقف الايه البي دي اف واقف ما بيتحركش عنه. انت فانهي سلايد فين انت؟ 22. لسه دلوقتي على 23. ايوه لسه كده، يعني هتلاقيه بس تاخير شويه عشان النت. تمام كده؟ تمام كده، قبل 23 مظبوط. طيب كنت معانا اكيد في قبل كده اللي هي شبكه المثلثات المستمره. كانت ظاهره. تمام مفيش مشكله. طيب سلاسل بقى، الشبكات السلاسل هي من اسمها هي سلسله، باخد وحده من الوحدات اللي اتكلمنا عليها اللي هي مثلث رباعي مرصود القطرين مضلع ذو مركز، باخد الوحده دي وبكررها مش بشكل مستمر جنب بعضه في متسع كده جنب بعضه، لا في شكل سلسله واخد اتجاه واحد، سلسله زي السلسله الفرديه الاولانيه اللي قدامنا دي. سلسله فرديه اعرف ايه اول حاجه؟ هي سلسله ما هياش مستمره. فرديه يعني ايه؟ يعني هي مثلث، مثلثات مجموعه كده من المثلثات مشتركه مع بعضها. اي سلسله من دول هتلاقينا في خط كده، اول خط بنبتدي منه متقلينه كده مدينه رمز مختلف شويه، ده خط القاعده بتاع البدايه اللي اتفقنا عليه عشان نبدا حساباتنا بالاعتماد عليه. طب والتقيل برضو اللي في النهايه ده مميزينه ليه؟ عشان ده خط قاعده بتاع النهايه اللي هنعتمد عليه في التحقيق بتاع الحسابات اللي هنعملها، يعني ده هنبدا منه حساباتنا وده هنحقق منه حساباتنا دي دقتها شكلها ايه. في اي سلسله هنبتديها هنحاول يبقى عندنا خط قاعده في البدايه وخط قاعده في النهايه. البدايه عشان ابتدي منه والنهايه هسيبه كانه مش موجود، هحسب طوله واحداثيات النقط وانحرافه وكل حاجه خالص، بس اقارنها في الاخر بالمعلوم بتاعه يبقى للتحقيق. طب السلسله اللي بعد كده هي سلسله هي كمان واخده برده شكل ممتد اهو، مش مستمره جنب بعضها، واخده اتجاه واحد. طب السلسلة دي مزدوجة، ايه الفرق ما بينها وبين اللي فوق؟ ده كان مثلث متكرر، ده شكل رباعي مرصود القطرين بيتكرر هو كمان جنب بعضه، شكل رباعي، شكل رباعي اللي جنبه، الرباعي، الرباعي. طبعا الاشكال الرباعية مش شرط تبقى قد بعضها في اطوال الاضلاع والمساحة اللي بتغطيها، ده على حسب وانا بختار النقط اللي متاح قدامي. طبعا طبعا بيفضل في اي شبكة الاشكال المنتظمة، يعني لو متاح ان انا وانا بختار مثلث يبقى متساوي الاضلاع يبقى احسن، شكل رباعي منتظم اللي هو مربع معين هيبقى أحسن، خماسي منتظم، سداسي منتظم هيبقى أفضل. كمان الزوايا ليها اشتراطات هنقولها بعد كده. طب خلصنا السلسلة المزدوجة، في السلسلة المركزية. السلسلة المركزية لما أجي أبص لها هلاقيها عبارة عن إيه؟ هي سلسلة تبتدي بخط قاعدة في البداية وخط قاعدة في النهاية للتحقيق. لما أجي أبص بقى للوحدات اللي جوه السلسلة هلاقيها ذات مركز، يعني المثلث الأولاني ده لا، ده النقطة اللي في النص هو وقف ورصد منها وإليها وبتعمل زوايا مع بقية النقط اللي موجودة عندي، بتعمل اتجاهات وبالتالي بتعمل زوايا. أول شكل اللي أنا بشاور عليه ده مثلث أهو ذو مركز. طب لو جينا للي بعده ممكن نبص له على إنه إيه؟ 1 2 3 4 ده خماسي وأدى المركز بتاعه. طب واللي بعده اللي هو ده اللي أنا بشاور عليه تالت شكل، ده رباعي ذو مركز، محدش بقى يقول رباعي مرصود القطرين، مش زي ده.
طب علامة النقطة دي ايه الفرق بينها؟ هعرف منين وما بين علامة النقطة دي؟ لا بعد كده هميزها، هنحط فيها علامات هتبين لي اذا كان النقطة دي نقطة انا وقفت فيها وليها ترقيم ورصدت منها وليها، ولا هي مجرد تقاطع كده بس على الرسم. ده رباعي اهوت، وده كمان ايه خماسي ذو مركز. يبقى السلاسل المركزية مش شرط يبقى وحدة واحدة هي اللي بتتكرر، لا هي اللي بيتكرر فيها ان اشكالي ليها مركز، المثلث بقى رباعي خماسي اي حاجة، بس هو الاساس ان له ليه مركز موجود عندي. وطبعا بيبتدي من خط قاعدة بداية وبينتهي لخط قاعدة نهاية. اشكال بقى متداخلة من اسمها هي سلاسل لاشكال متداخلة. ايه سلاسل؟ سلاسل خلاص عرفناها. اشكال متداخلة يعني ايه؟ يا اما فردي يعني مثلث فردي، يا اما مزدوج اللي هو الشكل رباعي مرصود القطرين، يا اما مركزي. بلاقيهم كلهم موجودين في نفس السلسله زي اللي قدامنا ده ممكن نعتبره الجزء الاولاني ده اهو ذو مركز، وممكن نعتبر ده منفصل لوحده مثلث، وممكن نعتبر ده شكل رباعي. اي بقى شكل سواء فردي مزدوج مركزي هنلاقيه موجود في السلاسل اللي من النوع المتداخل اللي موجود عندنا. طيب احنا بقى عايزين نتكلم على ايه، حاجة كده مبدئية كمعلومة قبل ما ندخل في الشبكات والاشتراطات بتاعتها والسواء الداخلية أو الخارجية وإزاي أحددها والضبط بتاع الشبكات، هناخد فكرة عن إيه، عن اللي موجود عندنا، اللي موجود عندنا في مصر. شبكات المثلثات بقى في مصر، بدأت الشبكات بتاعت المثلثات اللي موجودة في مصر عندنا بالشبكة الجوديسية التقليدية. الشبكة الجوديسية التقليدية بتتقسم لجزئين، شبكة جوديسية تقليدية أولى وشبكة جوديسية تقليدية تانية، وبعدين الشبكة الجوديسية الحديثة اللي موجودة عندنا. الشبكة الجوديسية التقليدية الأولى دي بدأت 1900 وشوية، تقريبا 1907. عمل ايه في الشبكة الجوديسية التقليدية الاولى دي؟ هتلاقي عندنا في سلاسل، يعني ايه بياخد سلسلة كده. طب نشوف الاول السلسلة رقم واحد اهي، مثلا سلسلة وبيغطي بيها مساحة معينة، سلاسل اللي قدامنا تبين طبعا ان هي سلاسل. خلص شغل في السلسلة، وبعدين بعد مدة بدأ في سلسلة تانية معتمد على نقط في السلسلة الاولانية، بعدين سلسلة تالتة وهكذا. شكلها باين قدامنا ان احنا مغطيين الوادي، وادي النيل. وادي النيل اهو من بدايته تقريبا من القاهرة لحدود أسوان، خمس سلاسل موجودين على الوادي. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، من القاهرة لأسوان في خمس سلاسل موجودين على الوادي. طبعا من زمان، طبعا 1900 وشوية زي ما بنقول بدأ بالوادي بالذات، طبعا عشان موضوع الري وكانت أهم حاجة الري ومنشآت الري، وعايز نقط محددة وإحداثياتها معروفة. فبسبب الاهتمام نفسه على وادي النيل، الوادي اللي عندنا عشان الري والحاجات دي، بدأ بالسلاسل اللي على الوادي. وبعد كده بدأ خد عنده فيه ثلاث سلاسل من القاهرة برضو هي طالعة للسلوم الحدود مع ليبيا، في ثلاث سلاسل يبقى في الاتجاه الغربي وطلع لحد السواحل كده الغربية بثلاث سلاسل. وبرضه خد لحق السواحل، مش السواحل، مشى في الجزء الشرقي بسلسلتين لحد العريش تقريبا، ادي سلسلتين. يبقى في الشبكة التقليدية الاولى كانت عمل تغطية بعشر سلاسل، عشر سلاسل موجودة عندنا اغلبها من الاشكال الرباعية مرصودة القطرين. العشر سلاسل دول ادي خمسة منهم موجودين على الوادي، وثلاثة في الجزء الغربي للسلوم، واثنين في الجزء الشرقي اللي موجود للعريش عندنا. بدأ فيه في 1907 تقريبا، فتعتبر كانت ايه بدري. الجزء بقى اللي بعد كده اللي هنشوفه، هنشوف الشبكة التقليدية التانية. الشبكة التقليدية التانية طبعا لما بعمل شبكات ببدأ أطور فيها وأشوف إيه المناطق اللي مش حاصل فيها التغطية وعايزة أغطيها. تغطية يعني إيه؟ يعني ما فيش نقط معلومة الإحداثيات، بحيث لما أجي أشتغل في المنطقة دي أقدر يبقى في مرجع بالنسبة لي نقط معلومة. فبدأ في الشبكة الجوديسية التقليدية التانية في الستينات تقريبا. عمل إيه بقى؟ في عندنا 13 شبكة جديدة اتضافت، هما كانوا 10، لو جينا لأعلى ترقيم هنا هنلاقيه 23، يبقى هو ضاف 13 سلسلة تانيين.
يبقى كان عنده حلقات أو سلاسل 10، في التقليدية التانية أضاف كمان 13. ال13 دول توزيعهم تقريبا عامل إزاي؟ هو ال13 متوزعين ما بين الجزء بتاع الصحراء الغربية اللي عندنا ده، والجزء بتاع الصحراء الشرقية. يعني أنا عندي وادي النيل أهوت، كان في الأول ما فيش شرق وغرب في الصحراء، لا، خد في الصحراء الشرقية عمل حلقات، وجه في الصحراء الغربية عمل حلقات، وكمان سلاسل السلسلة بتاعت البحر الأحمر عمل عليها مجموعة من الحلقات. طبعا لما تيجي نقارن بقى بالإضافة للسلاسل اللي كانت موجودة قبل كده، من القاهرة للسلوم، ومن القاهرة للعريش، ومن القاهرة لأسوان اللي هي بتغطي الوادي اللي عندنا وبتغطي اتجاه الشرق واتجاه الغرب على الحدود الشمالية، مع ال 13 اللي ضافهم قبل كده، هتلاقي بقى في نوعا ما تغطيه للجزء بتاع الدوله اللي موجوده. طب الجزء بتاع الدلتا، الجزء بتاع الدلتا مش ظاهر عندنا في السلاسل دي، لان الجزء بتاع الدلتا اللي احنا اتكلمنا عليه الشبكات دي كانت درجه اولى. الدلتا كانت الشبكات اللي فيها كانت درجه ثانيه، الشبكات اللي كانت موجوده في الوقت ده في الدلتا كانت درجه ثانيه. التطور بقى اللي حصل بعد كده ان هو الجي بي اس بقى بدأت الهيئة، طبعا اللي بيعمل النقط دي وبيثبتها اللي هي الثوابت الأرضية زي ما قلنا قبل كده، اللي هي الشبكات بتاعتنا اللي بنعملها، اللي بيعملها هيئة المساحة، غالبا هيئة المساحة. طب التطور اللي حصل بعد كده ودخول الجي بي اس، فابتدت هيئة المساحة في أواخر التسعينات تبدأ تثبت نقط جديدة موجودة عندنا، وعملت شبكة جديدة باستخدام الجي بي اس. الشبكة اللي زي ما هي قدامنا هنا كده هي شبكة من النوع المستمر، شبكة المثلثات المستمرة اللي أخذناها في الأول في أنواع الشبكات. هنلاقي الشبكة الجديدة بتاعت الجي بي اس هي شبكة مستمرة، شكلها قدامنا هو زي ما هو باين، شبكة بتغطي الجمهورية كلها. أدي نقطة، أدي التانية، أدي التالتة، طبعا المسافات كبيرة ما بين النقط. الشبكة دي يعني ما نعرف عنها معلومة إن هي اتحددت إحداثيات النقط باستخدام الجي بي اس. ايه كمان؟ ان عدد النقط نسمي النقطة محطة، يعني النقطة هيبقى اسمها محطة من محطات الشبكة، بنسمي عدد النقط او عدد المحطات اللي تحدد احداثياتها بدقة كاملة دي عددهم 30 نقطة. يعني بنيجي نعد اللي موجود قدامنا ده هنلاقيه 30 نقطة. طيب من الواضح ان اطوال الاضلاع ما بين النقطة والتانية اطوال اضلاع كبيرة جدا، 200 كيلومتر، بحيث هو بال 30 محطة عمل تغطية للدولة كلها، ما بقاش في أماكن تقريبا ما فيش حاجة بتغطيها. أنا محتاجة بعد كده أعمل نقط تانية مسافات ما بينها قريبة أكتر، يبقى هعمل تكثيف للشبكة اللي موجودة، أجيب أنا واشتغل واعتمد على النقط اللي هيئة المساحة حددتها في التحديث الأخير اللي هو بدأ في 1998 تقريبا. طبعا الشبكات اللي ما بتتعمل كل فترة بيتعمل لها تحديث، أنا لما أجي أشتغل أروح للهيئة اللي عندها النقط دي وإحداثياتها وأخد منها المعلومة، ولو أنا شغلي هيحتاج تكثيف أكتر بشتغل في التكثيف اللي عندي وأحدد إحداثيات النقط. طبعا بقى عايزين نبدأ نشتغل في الشبكات نفسها، بقى ناخد شبكة وناخد زوايا مرصودة ونعرف هحسب إزاي وأحدد الدقة بتاعتي إزاي وأعمل ضبط. طبعا أنا عندي أرصاد كتير أكتر من اللازم، فأكيد هعمل ضبط للأرصاد دي عشان في الآخر يبقى عندي الإحداثيات المعلومة بدقة. كل ده بقى اللي هنتعرف عليه إن شاء الله في المرات الجاية. حد عنده مشكلة؟ باشمهندسين تمام دو. خلاص نكمل إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله الحد الجاي. تمام. مش احنا سجلناها؟ نزل البي دي اف يا دكتور. البي دي اف حاضر، ابقى انزله لك. بس احنا عايزين نكتب بس يا دكتوره. تمام ماشي يا دكتور، ابقى بنزلها لكم. حاضر. التسجيل على فكره المفروض بيبقى صوت وصوره. ايوه يا دكتور، بس عشان نطبع الورق.